خالد خلاص دخل اللوكيشن. استاذ احمد سامر مروان ممكن يجي لنا؟ طيب طنطاوي مش ناقصه. ايه رايك؟ هو مين اللي معاه الورق؟ خالد محروس جه، هو معاه الورق وعنده رؤيه عايز ينفذها. طب خلينا اكمل. طب بس حضرتك يا استاذ طنطاوي، انا بس اكمل الاستاذ احمد القصه. فمفروض ان هو يعني الحبكه مبنيه على ان استاذ خالد بيقوم بدور الاب، وهو بيعتني جدا، شغال جنايني في الفيلا وبيحب الحمار بتاعه قوي وبيهتم بيه اكتر ما بيهتم بالجنينه. احنا رايحين دلوقتي، فبتحصل مشكله ما بينه وبين صاحب الفيلا، فصاحب الفيلا بيضربه. فمحروس اللي هو اخوه لما بيعرف حاجه زي كده، راغب اقصد، لما بيعرف حاجه زي كده بينزل من الخليج لانه شغال في الخليج، وبيجي بيبقى ليه عتاب استاذ خالد والحمار. جايلك انا عارف ان الكلام ده ممكن يبدو مش منطقي، بس هو ده المكتوب وهو ده المتوافق عليه وده اللي افهم بقيه الموضوع. تمام، هو ليه رؤيه كمان هتلاقي. احنا بس بنصور جزء، يعني مش معانا الرؤيه كمان، احنا بنصور جزء معين. انا عايز اخلص خلاص والله. انت شكلك مش مستريح. لا لا لا، ايه بقى استاذ احمد سند؟ استاذ احمد سند ما وصلوش اي حاجه عن المسلسل. استاذ مصطفى، طبعا انت عارف استاذ خالد. الف سلامه. الله يسلمك استاذ. الله يسلمك. انت كويس؟ انا كويس الحمد لله. هو هيصور ازاي بقى استاذ خالد كده؟ لو خلاص هو رايح، لو عادي يعني، بس هنحاول بقدر الامكان. لو طنطاوي، طب بص يا طنطاوي، ممكن فيها حركه كتير مش هينفع يعمل ده وكده كده. انت مش شغال كروم يا استاذ مصطفى؟ تمام. طب يعني عادي ممكن ده تتشال من على الكروم؟ هنشيل كل حاجه عادي، هنشيل الطاقه، هنشيل كل حاجه. ما علينا. حفظت يا استاذ؟ محدش جاب لي ورقه عشان احفظ. يعني يا رب. مش عارف، سؤال غريب يعني. استاذ عيسوي، محدش جاب لي ورقه عشان احفظ. عيسوي عيسوي، يعني ايه يعني ايه حضرتك ما تبعتلكش؟ انت بتسالني انا؟ ايوه. لا تسال مش عارف ايه. هو مين مصطفى عماد؟ اهلا وسهلا. اسال الانتاج. هم المشكله مش يعني عنده يا استاذ مصطفى. المشكله مش عنده، هو المشكله من احمد اسماعيل. استنى عشان انا على اخر. احمد على اخر. هو حقه عشان مش قادر والله، تعبان لوحده. خليه يفتكر المشهد. والله ما قادر. ما انا شرحت له، هو اصلا كل حاجه. انا شرحت له يعني ما بتفتكرش. عايز اشوف الورق، اشوف الموضوع. حضرتك ازاي؟ عايز اشوف الورق وافهم الموضوع. اتكلم معايا كويس يعني، خلي اسلوبك كده كلام حلو. كويس، انا بتكلم. حاول اتفضل اقعد. طيب حاول على قد ما تقدر تتكلم معايا كويس. اتفضل اقعد يا عم ياسر. ممكن تجيب الورق؟ يا رب. هات مشهد الحمار. طيب تمام، هات مشهد الحمار. ودلوقتي حضرتك المشهد الحمار ده، المشهد المين حمار مين، وفي اتنين حمير صغيرين. تمام، هنعمل اصواتهم. اصواتهم ازاي؟ اصواتهم ازاي؟ اصوات حمير. حمير مين اللي هيعمل؟ حضرتك وحضرتك. انا بعرفش، ما بعملش اصوات يعني. ما ركبه يا استاذ، ركبه. ركب اي صوت من عندك. حضرتك الكرومه بره جاهزه، واحنا بنعمل شغل في ركب التزيق. صوت الحمير ركبه. انا حضرتك استنى يا استاذ خالد. استنى ايه يا بيه؟ انا مهندس جرافيكس. اهلا وسهلا. طيب خلاص يعني ممكن يعني تعوضها. كل الشغل ده اصلا يعني هلمع حضرتك، يعني هلمعك. لا انا متلمع، مش محتاج اتلمع الحمد يعني لله. يعني هشهرك قصدي يعني. مش محتاج برضه. فين الاستاذ عيسوي؟ انا مشهور الحمد لله. عيسوي ماشي. هو فين الاستاذ هشام يا جماعه؟ يا هشام ده مش اسلوب شغل يا نشأ. تمام. طب يعني هو ايه الخلاف ده؟ نهدى عشان هي هو الاستاذ مش حافظ. ما هو استاذ ايه موضوع حمار دايما صوت حمار وصوت ايه الكلام اللي مش منطقي؟ استاذ مصطفى هو بس هو عايز يفهم رؤيه هيعمل ايه. انا عندي رؤيه لازم تتحقق. بس مفيش مشكله احنا هنحققها. كلها تجيبوا له حمارين يحققها بيهم. طيب ما هو احنا بقى حضرتك عايزين. حضرتك بص يا استاذ انا فين؟ تعالى يا هشام. في حضرتك وريتني صورته وانا وافقت عليه. تمام. صوره مين؟ استاذ احمد سند. استاذ احمد سند ده احسن ممثل موجود عندنا في القناه. ماشي. واحنا بنعامله معامله محترمه. وبتكلم معاه تقول له استاذ احمد. ماشي. عندك مشكله تواجهها، تواجه الكلام معايا. تقول يا هشام، واجه الكلام معايا انا. تقول يا هشام بس اسمعك بعد اذنك. تعالى تعالى بس اتكلم معايا كويس. انا بكلمه هو. اسمعني بس. ايه هو ده؟ ايه المشكله عندك؟ انا بكلمه هو. ممكن تقول لي ايه المشكله عندك؟ بتكلم بأدب مع الناس كلها. انا بكلمه. بص احنا استاذ مصطفى. ايه يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ احترمك. اسمعني بس، انت جاي من السعوديه وفوق دماغنا وهنعمل لك اللي انت عايزه. الممثل اللي قدامك ده احسن ممثل عندنا في مصر. قدامي. قول لي انت محتاج ايه ويحصل. بس ما تتكلمش كده. ده عنده كام سنه؟ انا مش قادر. انا دراعي. قول لي المشهد ايه وانا هعمله. قول لي المشهد ايه وانا هعمله. هي بالتربيه بس. هي بالتربيه. محتاج ايه؟ كرومه؟ هو يعني صوت حمار صغير؟ خلاص انتوا جايبين له عصير. طب بس تعالى.